إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا في الأيام السابقة قضية النائب السابق أسامة العجارمة، قرار مجلس النواب الأردني بتجميد عضويته ومن ثم فصله من مجلس النواب. اليوم إحنا راح نحكي بتداعيات هذه القضية وتوابعها وردات فعل المجتمع الأردني على قضية النائب السابق أسامة العجارمة، لأنه في مرات كثيرة بكون ردات الفعل أو تداعيات الحدث أهم من الحدث نفسه. بداية شفنا ضعف الإعلام الرسمي في تغطية القضية وأحداثها وتطوراتها، وتراجعه بشكل شديد أمام وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن المجتمع الأردني والشعب الأردني كل هياته كان يأخذ معلوماته ويأخذ الأحداث ويتابع الأحداث من خلال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الحكي إذا بدلنا على شغلة، على أنه عقل الدولة الأمني وعقل الدولة الإداري لحد الآن مش قادر يستوعب الثورة الرقمية والتطور اللي صار على وسائل الإعلام والتطور اللي صار على وسائل وصال المعلومة. فالآن إحنا لحد الآن الدولة الأردنية إعلاميا تتعامل بعقلية الثمانينيات وعقلية السبعينات. فشفنا الآن المؤثرين واللي قدروا يوصلوا وجهة نظرهم واللي قدروا يوصلوا المعلومة هم مؤثرين السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. وهذا الحكي مش جديد، يعني من سنتين تقريبا من مشكلة كورونا لحد الآن دائما الإعلام الرسمي بيخسر معركة الرأي العام أمام وسائل التواصل الاجتماعي وأمام المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا الحكي بيدلك على أنه لحد الآن الدولة الأردنية أو مؤسسات الدولة الأردنية الإعلامية مش قادرة تستوعب الثورة الرقمية والتحديثات والتجديدات اللي بتصير على وسائل التواصل الاجتماعي. الآن مش بالضرورة أنه المؤثرين أو الناس اللي بيحكوا على السوشيال ميديا أو المشاهير أنهم يكونوا يحكوا حكي صحيح أو حكي دقيق أو محتواهم يكون محتوى يدعو إلى الحقيقة. المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي هذول مجموعة من الأشخاص بيعرفوا يتعاملوا مع خوارزميات اليوتيوب، بيعرفوا يتعاملوا مع خوارزميات الفيسبوك، بيعرفوا آلية عمل الذكاء الاصطناعي اللي بدير الفيسبوك واللي بدير اليوتيوب، فبالتالي هم بيقدروا يوصلوا صوتهم وبيقدروا يوصلوا آرائهم إلى أكبر عدد ممكن من خلال خبرتهم وعلمهم بوسائل التواصل الاجتماعي. وردة فعل منظومة الإعلام الرسمي على مؤثرين السوشيال ميديا هي عبارة عن ردة فعل بدائية، يا إما بيقطعوا البث عنهم، يا إما بيخشوا أكمن واحد بأسماء وهمية ويعملوا آراء ضدية عشوائية، ولكن بالحقيقة هم الآن مغيبين عن حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها وآلية عملها، لأنه الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك كل وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن شركات ربحية بهمها إنها تجيب دعايات على الأفلام اللي تعرض على هاي المنصة، على البلاتفورم أو هاي المنصة، واللي بدير هاي المنصة الذكاء الاصطناعي. فالمؤثرين اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا هذول ناس بيعرفوا يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي، بيعرف الأوقات اللي ينزل فيها فيديوهاته، بيعرف كيف يعمل وصف لفيديوهاته، بيعرف كيف يتعامل مع محركات البحث، مع السي اي او السيرش انجن اوبتمايزيشن. فهي كلها مهارات بكون الانفلونسر أو المؤثر على السوشيال ميديا بكون بيعرف يتعامل معها. فالدولة احنا او الاعلام الرسمي عندنا مغيب عن هاي المهارات من مرة، وبعده قاعد بفرض روايته او بحكي روايته حسب الطرق التقليدية القديمة، مع انه في دول حوالينا او دول محيطة قدرت المنظومة الاعلامية الرسمية انها تكسب معركة التواصل الاجتماعي من خلال بعض الادوات وبعض الاليات اللي عملتها. واهم نموذج من النماذج اللي زي هاي هي جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية بعد الأحداث اللي صارت في مصر وبعد ثورة يناير وبعدين بعد ثورة يونيو، الآن منظومة الإعلام المصرية قدرت تكسب إعلام التلفزيون وقدرت تكسب إعلام السوشيال ميديا من خلال مجموعة من الإجراءات. ولكن إحنا لحد الآن الإعلام الأردني بعده بحقبة التلفزيون، بعده بحقبة الجرائد، لحد الآن ما قدر يستوعب الثورة الرقمية. هذا بداية أول نقطة حكينا عنها. النقطة الثانية بنحكي عنها إنه قدسية القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية ولدى الشعب الأردني. الآن النائب السابق أسامة العجارمة أول ما بدأ حكيه كداعم للقضية الفلسطينية، وإنه الإجراءات والاعتراضات اللي قاعد بيعترض عليها إنه يجب أن يكون في داعم للقضية الفلسطينية، مع إنه كان في له بعض الادعاءات والمصطلحات إنه بده يكافح الفساد. فالآن الكل تجاوب معه والكل تعاطف معه لأنه حكى عن القضية الفلسطينية. هذا بدلنا على أنه المجتمع الأردني مجتمع يحب القضية الفلسطينية، مجتمع داعم بكل أوقاته وبكل أيامه للقضية الفلسطينية، ودعمها بشكل عاطفي. يعني شو مكان الموضوع ومين مكان اللي بيحكي وشو مكان المحتوى، إن حكى عن القضية الفلسطينية إحنا كشعب أردني وكشعوب عربية، معظم الشعوب العربية تدعمه،
وإذا بدنا نجيب مثال من التاريخ أنه معظم الشعوب العربية تعاطفت مع صدام حسين، رئيس العراق السابق صدام حسين أعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية وطالب بإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين. فالآن لما تم إعدامه كثير من الشعوب العربية بكت وحزنت على إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. بعدها بفترة من الزمن قام حزب الله بعمل حرب مع الكيان الصهيوني، وتم أنه طالبوا بإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين. فكثير من الشعوب العربية فرحت وهللت للقائد حزب الله اللي هو حسن نصر الله. الآن أنت بتلاحظ أنه صدام حسين وحسن نصر الله هم نقيضين سياسيين، بل تقدر تقول أنهم أعداء سياسيين، ولكن أي واحد شو ما كان توجهه السياسي إذا حكى أنه داعم للقضية الفلسطينية فرح يلاقي تعاطف ومحبة من الشعوب العربية بشكل كامل، وخصوصا الشعب الأردني. والنقطة الثالثة اللي بدنا نحكيها هو توافق جميع مكونات المجتمع الأردني الديمغرافية والسياسية على حكم العائلة الهاشمية، وأنه مقام الملك أو مقام شخص الملك عبد الله الثاني مقام لا يمس. احنا شفنا كيف انه الجميع كان في بعض التأييد للحكي اللي بيحكي لنا بالسابق أسامة العجارمة، بعض الشعارات اللي بيطلقها، ولكن انه لما وصل الموضوع الى مقام جلالة الملك عبد الله فكل المجتمع الأردني وكل الداعمين انسحبوا من دعمهم لأسامة، بل ولموه على هذه المقولة، بل يعني ناس كثير حسوا ان الموضوع راح يقلب فتنة وراح يقلب فتنة عشائرية، فالناس كثير انسحبت من هذا الموضوع وانسحبت من دعم للنائب أسامة العجارمة. في النهاية إذا بدنا نعمل خلاصة للمظاهر اللي شفناها وللتداعيات اللي شفناها لهذه القضية، بنلاحظ إنه الشعب الأردني شعب عروبي متعاطف وداعم لقضية فلسطين ومعتبرها قضية الأولى، وإنه الشعب الأردني متمسك بقيادته الهاشمية بشخص الملك عبد الله الثاني، ومعتبر إنه هذا الأمر غير قابل للنقاش، مع مراعاة انه في عنا حد الان في عنا ضعف بالاداء الاعلامية وبالادارة الاعلامية، وهذا الضعف ناتج عن ضعف العقل الاداري بالدولة الاردنية والعقل الامني بالدولة الاردنية في ادارة ملف الاعلام. وشكرا لكم على المتابعة. وهذا الحكي مش جديد، يعني من سنتين تقريبا من مشكلة كورونا لحد الان دائما الاعلام الرسمي بيخسر معركة الرأي العام امام وسائل التواصل الاجتماعي وامام المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا الحكي بدلك على انه لحد الان الدولة الاردنية او مؤسسات الدولة الاردنية الاعلامية مش قادرة تستوعب الثورة الرقمية والتحديثات والتجديدات اللي بتصير على وسائل التواصل الاجتماعي. الان مش بالضرورة انه المؤثرين او الناس اللي بيحكوا على السوشيال ميديا او المشاهير انهم يكونوا يحكوا حكي صحيح او حكي دقيق او محتواهم يكون محتوى يدعو الى الحقيقة. المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي هذول مجموعة من الاشخاص بيعرفوا يتعاملوا مع خوارزميات اليوتيوب، بيعرفوا يتعاملوا مع خوارزميات الفيسبوك، بيعرفوا آلية عمل الذكاء الاصطناعي اللي بدير الفيسبوك واللي بدير اليوتيوب، فبالتالي هم بيقدروا يوصلوا صوتهم وبيقدروا يوصلوا آرائهم إلى أكبر عدد ممكن من خلال خبرتهم وعلمهم بوسائل التواصل الاجتماعي.